A dead person was brought to the prophet so that he might lead the funeral prayer for him. He asked, "Is he in debt?" When the people replied in the negative, he led the funeral prayer. Another dead person was brought and he asked, "Is he in debt?" They said, "Yes." He refused to lead the prayer and said, "Lead the prayer of your friend." Abu Qatada said, "O Allah's apostle, I undertake to pay his debt." Allah's apostle then led his funeral prayer. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hameem. Tanzeelun minar Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم He placed therein, He created therein, firm hills rising above it, as pillars for it, and blessed it, i.e. the earth with water, trees, vegetation and fruits, and measured therein its sustenance, its livelihoods, In each land there is a livelihood which is not found elsewhere, in 4 days, he says, he created the spirits 4,000 years, of the years of the life of the world, before he created the bodies and he measured the sustenance of these bodies 4,000 years of the years of the life of this world before he measured the sustenance of the spirits, alike for, all, who ask, alike for those who ask sustenance and those who do not, it is also said that this means, as an exposition to those who ask how he created them. It is thus that he created them. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم When their messengers came unto them from before them, before Aad and Thamud to their respective people, and behind them, and after the messenger were sent to their folks, saying, Worship none, do not declare the divine oneness of anyone, but Allah. They said, Each folk said to their messenger, If our Lord had willed to send us a messenger, he surely would have sent down angels unto us, from the angels he has with him, so lo. We are disbelievers in that wherewith ye have been sent, we reject that with which you have been sent, you are but a human being like us. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم
وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون And make mention of the day, which is the day of judgment, when the enemies of Allah, Safwan ibn Umayyah and Rabi'ah ibn Amr, Habib ibn Amr as well as all the disbelievers, are gathered unto the fire, one after the other, they are driven on. Till, when they reach it, i.e. the fire, their ears and their eyes and their skins testify against them, their ears will testify about what they heard, and their eyes will testify about what they saw and their skins and limbs will tell about what they did, as to what they used to do, with them in their state of disbelief. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. And we assigned them comrades, helpers and partners among the Satans, who made their present and their past fair seeming unto them, about the life of the world, they enticed them not to spend, making them believe that the life of the world will never perish or end, and regarding the matter of the hereafter, they convinced them that there is no paradise or hell, resurrection or reckoning. And the word, of chastisement, concerning nations of the jinn and humankind, of the disbelievers among the jinn and human beings, who passed away before them hath effect for them, has been ordained for them. Verily they are the losers, in that they are punished. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة إن ربك لذو مغفرة إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. We shall show them, we shall show, O Muhammad,
to the people of Mecca, our portents, our signs, marvels, divine oneness and power, on the horizons, in different parts of the earth in the form of the ruined remains of the nations who came before them, such as A.A.D., the mud and those who came after them, and within themselves, and we shall show them in themselves kinds of illnesses, pains, misfortunes and other things, until it will be manifest unto them that it is the truth, until it is clear to them that what the prophet says to them is true. Doth not thy Lord suffice? Is it not enough that which Allah has made clear to them of the events of past nations without showing them their own destruction, since He is witness over all things, of their works? إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إن في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط